شنو رأيك بواثق الشمري؟ عزيزي طرحت رأيي بواثق الشمري سابقا. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله حجي، حياك الله حجي، حياكم الله، جزاك الله خير عزيزي حسين، الله يحفظكم، الله يعزك. هل السيد رئيسي مجتهد عزيزي؟ والله ما عندي علم، ما عندي علم. الله يسلمك، الله يحفظك عزيزي، ما عندي علم إن كان السيد رئيسي مجتهد أو لا، ما عندي علم. يعني هذه مو من القضايا، ترى أنتم وايد تسألون عن بعض القضايا اللي هي مرتبطة باجتهاد الأشخاص. إحنا ترى ما عندنا وقت حتى نسأل، وبعدين حتى بعض الناس ترى من يشوفك تسأل عن هاش قضايا يقول لك أنت شو تسوي؟ عليكم السلام، يقول أنت شو تسوي تسأل عن فلان مجتهد؟ شو تسوي؟ يعني عندك وظيفة شرعية؟ إذا ما عندك وظيفة شرعية يقول لك